النهاردة هنحكي عن بداية الخليقة. هي دي، هي كلها دي، هحكي لكم كلها. ده النور، بابا دهولنا النهار، بابا الساعة دهولنا النهار، وده دهنا النهار، ودي الغيمة السوداء دهلنا ظلام. اليوم التاني فصل السحابة من الأرض، واليوم التالت خلق الأنهار والأرض والأشجار والورود والأزهار بأنواعها المختلفة كلها. اليوم الرابع يا أصحابي ربنا ادانا الشمس والقمر والنجوم تنور لنا، ودانا فصول الربيع أربعة، الربيع والصيف والخريف والشتاء. اليوم الخامس ربنا ادانا النجمة والعنكبوت والأسماك والحوت والأسماك والسلحفة، ودانا كل الحيوانات اللي في البحر واليوم السابع ربنا خلق لنا كل حاجة، الحيوانات كلها بأنواعها، وكان لسه في حاجة ناقصة، في حاجة فاضلة، فقال ربنا أنا أخلق الإنسان على صورتي وشبهي ومثالي. ربنا سماه آدم وداله كل الحيوانات والأشجار وكل اللي هو عايزه، بس كان في حاجة ناقصة وهو عايزها آدم تكون معاه مراته اللي اسمها حواء. ربنا خد منه ودلها وعمل منه حواء، وهو سماها اسمها حواء. ربنا ادى وصية لو هو ياكل من كل شجر، قال شجرة الخير والشر. باي باي يا أصحابي الحلوين، يا ريت تكون عجبتكم الخلية، يا رب يكون الشرح عجبكم. باي باي.